عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد قناة، وين غادي نتكلموا على الإعلامي عمي حسين جناد، وين تكلم على 400,000 دولار يعني في قضية من سرب قضية الحاج محمد راوروا 400,000 دولار، وين هما هدروها بغاو يديروا يغيروا الطريق، يحصلوا في الحاج ومن دو من دو من دو بزاف صوالح. بصح غادي نقول عمي حسين جناد وين عطاكم كاع التحاليل، كلش عطاكم كاع التحاليل تاعها، وقال لكم عليكم من الاحسن ان يبحثوا على من صرف هذا المبلغ وكيف صرفت. وشت واحد قال لي انت تعاود بزاف كلام تاع عمي حسين، ليا الشرف باش نعاود اعلامي وعاد نعلم نعاود الكلام تاعو، ليا الشرف. احنا الحمد لله يا ربي رانا مبكري نحضروا عمي حسين فانيك الحمد لله يا ربي، وين كنا دائما كنا نقولوا بلي عمي حسين جناد يكشف حقائق. بصح يكشف حقائق ماشي كذبه، يكشف حقائق، ما يهدرش من اللي تحسب هذاك تاع الفيسبوك راه يهدر روسي حقائق. اللي كان اللي يمشي على الحق يقعد على الحق. عندي شرف باش نعاود كيما هكا عمي حسين، ندخل عند عمي حسين ندي من عنده ونهدر، ماذا بيا عندي شرف، راني ندي نتعلم دي فوا، نتعلم على واحد كيما هذا نتفرج عليه لي فيديو تاعو، راني نتفرج عليه ونشوف ونتعلم من عنده. هذه هي. نعاودوا نولوا على التصريحات تاع عمي حسين جناد، وين تكلم حسب مصادر موثوقه منه من داخل هيئه دال ابراهيم، فان خبر اختفاء 400,000 دولار وهي في طريقها من الاتحادية الكاميرونية إلى نظيرتها الجزائر في عهد الاتحادية السابقة قد تم تسريبها من داخل مقر دالي إبراهيم. وهذه راني هدرتها قلت لكم يا ودي هذو الناس داروها باش يغيروا الرأي العام. خرجت 30 مليار 30 مليار، بعد كلمة تاع ملالي 30 مليار ملالي، أيا راحوا خرجوا ورقة بلا ما يقراو، راحوا طاوها رسلوها للموقع تاع افريكا سبور، افريكا سبور اللي جايه فرنسا قلبها واحد يخدم واحد جزائري، دار هذا البيان باللي الحاج دا 400,000 دولار. الله يحلها لكم الحاج ديريكت بالصوره والصوت، قال لهم انايا ما كانوش اللي خلص عليا بار طياره يجي يهدر معايا، اللي شاف لي دي سنتيم من الاتحاديه يجي يهدر معايا. واجهكم نورمال، واجهكم الاصابه تاع حداد 2017 2016، تبعوه لونكات الهوساري 2017 الهول صرا عليه لونكات، بغاو يوسخوه بمعنى كلمه. بصح صابوه البغل، صابوه بغل راقد لهم في الاتحاديه والو، هاك حسب كيما زدت شي 1000 مليار باينه 30 مليار باينه عشتي لا ولا. والناس هذو خرجوا هذه لحاجه في نفس يعقوب، وحسب نفس المصدر هناك خبير في المحاسبة اتصل بهم ودلهم على الحقيقة، وهو اللي راقاضم شباب قسنطينة، عيط لهم خبير عيط لهم قال لهم يا ودي هذيك الحاجة اللي درتوها مكاش كاع منها، وين عطاهم الحقيقة فأعادوا البحث في الوثائق ليكتشفوا مراسلة من الاتحاد الكاميروني آنذاك تطلب فيها من نظيرتها الجزائر مساعدتها على دفع هذا المبلغ على 3 مراحل بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها في ذاك الوقت الاتحادية تاع الكاميرون. وين وجدوا مراسلة أخرى عبارة عن رد من الفاف توافق فيها على الطلب، كما وجدوا وثيقة التي تثبت دخول 400,000 دولار للخزينة الفاف على 3 مراحل المتفق عليها. وعليها من الأحسن، وعليكم من الأحسن كما قال لكم عمي حسين جناد الآن أن يبحثوا مع من صرف هذا المبلغ وكيف صرفت هذا المبالغ
ايوا عرفت كيفاش، وين شنا فاني كذلك، وين بلسان هشام بي عبود، وين يعترف بان الاديداس كما كنا الحمد لله يا ربي ما كذبناش عليكم، ما كذبناش عليكم، والناس اللي يتبعوهم فانك ما كذبوش عليكم، عمي حسين جنات كي كان يهدر فانك ما كذبش عليكم، وين تحدث الناطق الرسمي للاتحاديه الجزائريه لكره القدم الفاب صالح بي عبود الذي نزل ضيف على احد القنوات الخاصه، وين شنا كيفاش القنوات الخاصه، وين تكلم من الخاصه عن عده امور خاصه بالكره الجزائريه وخاصه مستقبل البطوله المحترفه وموقف الفاب من جلب لوكا زيدان وعن شركه اديداس هذا، وتطرق عبود للحديث عن قضيه ممول الرئيسي للمنتخب الوطني بالبسه والعداد الرياضي لشركه اديداس والتي اثرت جدال كبير وبشكل غير شنا كيفاش عبر نقولوا باللي وين كان حوسوا كيفاش اكتو كيفاش الحمد لله يا ربي، وين تعاقدت وين قال لهم موضح ان الفاس تعاقدت مع الاديداس واخر هي المسؤوله عن بشكل غير رسمي مختل، وين تواصل اجتماع بين وين عقد بين الطرفين وين فسخ العقد بين الطرفين، موضح الفاف تعاقدت مع ممثل وهذا الاخير مسؤول عن ترويج وبيع الاقمشه في الجزائر في خلال من خلال ايجاد متعامل رسمي للقيام بهذا المهمه، لقد تم فسخ العقد مع الوسيط الاول بسبب بعض الاختلافات، والاديداس الان بصدد بحث عن وكيل اخر للبيع الاقمشه الجديده بنجمتين، وتابع الاقمشه الرسميه لمحلات ستكون غاليه جدا. هذه كذبة، هذه كذبة، هذا كذب، هذا خاطر ما تكلمش الحقيقة. وين هما رانا نقولوا ونعاودوا الديبو يا انت مكلف بالإعلام عيب عليك، داير شلاغم وكلش بايع عبود عيب عليك، والله لا عيب عليك، تهدر انت تقول باللي زاتشي الديبو تاع الأديداس ماشي جاي في باري، جاي في دبي، الديبو تاع اديداس اللي متكلف بالمنطقة تاع افريقيا جاي في دبي، الا تكذب تقول باللي باري علاه. المهم راكم اعترفتوا باللي وخرتوا متعاقد اللي كنتوا متعاقدين معاه الاول، جبتوا واحد اخر اللي حشاها لكم قال لكم نجيب لكم 800,000 توني تاع ليكيب ناسيونال، ارسل لكم 30 تريكو راكم تعرضوا بها في الفيسبوك تقولوا باللي والتريكوات والستوك اللي خلاها الحاج مول الشيشه هو اللي باع، مول الشيشه هو اللي كان يبيع في التريكوات ويبيع في باع كلش باع كلش. قريب ان شاء الله بربي يجينا وين احنا هذه باش جبنا قلنا لكم هذه غير كان اللي كانوا يكذبوا في الفيسبوك يكذبوا على كانوا يكذبوا فينا ويزيدوا يكذبوا في واحد اعلامي كبير عمي حسين جناد وين كان هيا لو راي. نعم تم فسخ العقد مع ممثل شركة الأديداس الأول، هذه كذبة، هذا هو ماشي ممثل باش يكون ما واش ممثل كاع تاع الأديداس، كاين لا ممثل لا والو، بزنازي يخدم عنده حال ولي يجيب أديداس يشري يبيع وصايي، مكاش حنايا التوني تاعنا اللي لعبنا بها ولينا نلبسوها تاع ليكيب ناسيونال التالية بقايا كيما نقولوا حنايا ستوك تاع ريال مدريد وتاع ليكيب ناسيونال تاع الالمان وستوك تاع ريال مدريد راح شرا منه باعوه تاع 2015 وحنا لعبنا به وقعدوا يلبسوا فيه والناس فرحانه، جات كوب دافريك محطوطه فوق الاخرى، بصح ما كاش كوب دافريك دروك صدقي ما كاش اللي دافع عليه دروك، قضيه تاع الجزائر صدقي ما يستاهلش باش يكون على اكبر هيئه في الجزائر اللي راهم يخموا على زاتشي ولا يخمم راخر بالك منا ولا بالك منا، تحيه الجزائر. زاتشي تاع لافاب، زاتشي تاع لافاب اللي زاتشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار وام الزبوج الرشا وام الزبوج الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا
في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، فيه ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، فيه